ونناقش في هذه الحلقة. وكالة الطاقة الذرية تؤكد أن إيران ما زالت تواصل انتهاك الاتفاق النووي، فما هي انعكاسات ذلك على مفاوضات فيينا؟ ومقتدى الصدر يدعو إلى تفعيل قانون لمكافحة الفساد وسط استمرار أزمة نتائج الانتخابات، فما هي التحديات؟ أهلا بكم. في تطور جديد في الملف النووي الإيراني، كشف التقرير ربع السنوي لوكالة الطاقة الذرية أن إيران تواصل انتهاك العديد من القيود الرئيسة المفروضة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015. أضاف تقرير الوكالة أن التقديرات تشير إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى مستويات مرتفعة، ما يجعلها قريبة من صنع الأسلحة بنسبة 60%. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إيران استأنفت إنتاج المعدات لأجهزة الطرد المركزي. التقارير الجديدة تأتي قبيل استئناف مفاوضات فيينا، وتصريحات إيرانية تشير إلى جدية طهران في تحقيق تقدم في المفاوضات المرتقبة. على ضوء ما سبق، ماذا تريد إيران من وراء ذلك؟ وهل تخوض في لعبة الضغوط لكي تكسب مزيدا من الشروط في مفاوضات فيينا لتجعلها بوضع أفضل؟ وكيف ستجري هذه المفاوضات تحت مثل هذه الظروف؟ الوقوف على أعتاب جولة حاسمة للمفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي توفر فرصة مهمة لإيران لكي ترفع مستويات الضغط على مفاوضي الطرف الآخر. الدافع الرئيسي هو أن إيران تريد أن تتجاوز الابتزاز لكي تقول إنها لن تتوقف عند حد، لا في رفع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى معدلات خطيرة، ولا في وضع العقبات أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا حتى في زيادة المطالب لدى بدء أعمال جولة المفاوضات السابعة في فيينا أواخر الشهر الجاري. الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في أحدث تقاريرها إن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وبات لديها أكثر من 17 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأكثر من 113 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. الاتفاق النووي لا يجيز لإيران تخصيب مستويات تتجاوز 3.6%، ومع استعداد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لزيارة طهران الاثنين المقبل، فقد عمدت السلطات إلى فرض قيود مشددة على مفتشي الوكالة. غروسي قال في تقريره الفصلي عن أعمال الوكالة إن مفتشيها يتعرضون لعمليات تفتيش جسدية مفرطة من جانب مسؤولي الأمن الإيرانيين منذ شهور، وأن هناك قائمة طويلة بالمناطق التي لم يعد يسمح لهم بدخولها. الدافع من وراء ذلك يتعدى الابتزاز أيضاً، ذلك أن إيران ترفع مستويات الضغوط على مفتشي الوكالة إلى مستويات مشددة لكي ترخيها أثناء زيارة غروسي، فتظهر وكأنها تمارس المرونة. وسط أعمال من هذا النوع، فإن خوض مفاوضات مثمرة في فيينا يزداد صعوبة، والأمال بخروج نتائج مقبولة تتضاءل. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي من طهران الدكتور حسين ريوران الأكاديمي والإعلامي الإيراني، وأيضا معنا من واشنطن عبر خدمة سكايب الدكتور حسن هاشميان السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية. أهلا وسهلا بكما وبجمهورنا. ونبدأ من طهران مع الدكتور حسين. دكتور حسين، أطلب منك أولا رأيا بما قاله تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اتهم بشكل واضح وصريح إيران برفع نسبة التخصيب وأيضا التضييق على مفتشي الوكالة ومنعهم من دخول بعض المواقع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني إيران هي تعلن بأنها لا تلتزم الآن بالاتفاق النووي، لأن الطرف الآخر انقلب بالكامل على الاتفاق النووي. من هنا ما تعلنه الوكالة هي أرقام وإحصاءات تقدمها إيران أساساً.
لهذه الوكالة، وكذلك مفتشو الوكالة يقومون بنقل هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الطرف الآخر أي أمريكا لم يخرج من الاتفاق فقط، بل فرض عقوبات قصوى ضد إيران. من هنا إيران تحاول أن تضغط على الطرف الآخر من خلال رفع نسب التخصيب، وكذلك مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسب مختلفة، وتحاول بشكل أو بآخر أن تدفع الطرف الآخر للعودة للاتفاق. من هنا وضع أمريكا هو الانقلاب على قرار دولي ملزم لكل الدول، وهو القرار 2231، في حين وضع إيران في وضع مختلف، هي تضغط باتجاه تطبيق القرار وعودة كل الأطراف لهذا القرار الأممي. ولكن لماذا الآن تم الاتفاق على موعد جديد للعودة إلى فيينا في الجولة السابعة بعد أيام؟ والآن هذه الضغوط الإيرانية تفهم على أنها رسائل سياسية لتحسين وضعها التفاوضي. هل تريد إيران أن تحقق هذه الغاية من خلال الضغط على الوكالة؟ لا، ليس الطرف الآخر لإيران هو الوكالة. الوكالة هي يعني عنصر تم الاتفاق عليه بين الطرفين ليكون هو المشرف على تطبيق الاتفاق والتزام إيران بالاتفاق. التزامات إيران جلها في الجانب النووي، والطرف يعني الذي يمكن أن يكون يعني أو فنيا متخصصا في هذا المجال هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من هنا إيران لا تتحدى الوكالة، لأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، وليس بين إيران والوكالة. الوكالة هي عنصر مشرف على تنفيذ والالتزام، ولكن الطرف الآخر يعني أمريكا لم تلتزم بالاتفاق، وأوروبا أيضا لم تلتزم بالاتفاق. ليس من المعقول أن تبقى إيران ملتزمة، هذا أولا. الموضوع الثاني، الآن إيران تقول أنه في الجولة السابعة التي يجب أن تعقد بعد أيام الكل يجب أن يلتزم بالاتفاق وأن يعود للاتفاق النووي. لا يمكن أن تطالب إيران بالعودة والالتزام في حين أن أمريكا لم ترفع العقوبات ولم تلتزم بما نص عليه الاتفاق النووي. جميل. دكتور حسن، أهلا وسهلا بك من جديد. كيف تفهم هذه المقاربة الإيرانية أنها تحاول أن تقول أن الطرف الآخر هو الذي انسحب، وبالتالي علي أن أتحلل، لا داعي لالتزامي ببنود الاتفاق ولا بتعاملي مع الوكالة؟ أي بمعنى آخر أنها تستخدم الوكالة كأداة للضغط على الولايات المتحدة. كيف تفهمون هذه النقطة من وجهة نظر واشنطن؟ نعم، تحياتي لك وسيد رويبران ومشاهدي البرنامج. أنا أعتقد أن الأزمة الآن هي موجودة مع الوكالة، والمعركة الأساسية بين إيران والعالم هي موجودة في الوكالة الدولية. ورأيت ما قاله غروسي حول التفتيش وحول الوصول إلى كاميرات المراقبة، وأيضا الآن الملفت هناك أن إيران تخصب أو تزيد من تخصيب 60%، 36% فترة قصيرة. هذا ملفت جدا وفقا إلى التقرير الأخير، يعني وصلوا من 10 كيلو جرامات من تخصيب 60% إلى 17 كيلو وشوية في هذا التخصيب. هذا ملفت جدا، وهذا يعني موضوع يثير كل المسائل، وهذا يعني أن إيران بهذا الغد من اليورانيوم المخصب تستطيع أن تصنع القنبلة النووية. أنا أعتقد أن كل شيء يدل على أن إيران تريد وضع العالم أمام خيارين، أما ترفع العقوبات بشكل كامل، وإما نحن نتجه إلى القنبلة النووية. إيران لا تريد تتراجع بموضوع تخصيبها بهذا الشكل وبهذه الدرجة وبهذا المخزون، وأيضا إيران لا تريد تتراجع بموضوع تدخلاتها في المنطقة، ولا تريد تتراجع بموضوع الصواريخ والمسيرات. ولذلك
تضع العالم أمام خيارين، أما ترفع العقوبات أم نحن نذهب إلى القنبلة النووية. وإيران مؤمنة تماما بالقنبلة النووية، لأن هي ليس لديها شرعية من قبل الشعب الإيراني، ليس لديها وجود مشروع في المنطقة، وأيضا في صارع العالم وخلال مخابراتها والأعمال الإرهابية من هنا وهناك. لذلك الوسيلة الوحيدة المتبقية للنظام الولي الفقيه ليعطيها ضمان البقاء في السلطة هو القنبلة النووية حسب مزاعمها. يعني تزعم بأن ما علاقة القنبلة النووية بالبقاء بالسلطة؟ السلطة الموجودة جاءت بانتخابات. يا سيدي لا توجد هناك انتخابات، والسيد روحي باران يعرف. طيب حتى لا نخرج من الموضوع دكتور حسن، حتى نبقى في ذات الإطار، تقول إن إيران تريد أن تضع العالم أمام خيارات صعبة، هل سيقف العالم متفرج وهي تضع العالم أمام هذه الخيارات؟ هذا السؤال الدقيق. هذه الإجراءات الإيرانية تأتي عشية اجتماع مجلس الحكام في الوكالة وعشية زيارة السيد غروسي إلى طهران. لذلك وهناك سبق أن عند إيران زادت بإجراءاتها لخروقاتها للمعاهدات الدولية عشية اجتماع مجلس الحكام سابقا، وثم بعدين تراجعت واتفقت مع غروسي. الآن نفس السيناريو يتكرر، هناك زيادة في التخصيب، هناك زيادة في الخروقات، وتأتي عشية اجتماع جديد لمجلس الحكام، أعتقد يوم الأحد لو يوم الاثنين. هناك زيارة مرتقبة لغروسي لطهران، أعتقد يوم ستكون يوم الاثنين. لذلك إيران تأتي وتزيد من خروقاتها وتناور بهذه الخروقات، وثم يأتي غروسي وتتفق معه بشكل جزئيا، وثم تفلت من موضوع نقل ملفها النووي من مجلس الحكام إلى مجلس الأمن. هذه المناورة الحالية وهذه الأوضاع الحالية التي تلعب عليها إيران. دكتور حسين، مرة أخرى، هل زيارة السيد غروسي يوم الاثنين ستغير من المعادلة، من معادلة الضغط الإيرانية، وبالتالي تتراجع طهران عن الضغط على مفتشي الوكالة لتقدم نفسها للعالم على أنها متعاونة؟ يعني أولا الآن إيران مرتبطة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشيئين. الشيء الأول هو معاهدة الحد من الانتشار النووي أو ما يسمى معاهدة NPT، وإيران لا زالت ملتزمة ومتعاونة مع الوكالة، لأن هذا التوقيع على هذه المعاهدة جرى بين إيران والوكالة، والتفتيش الذي يجري الآن هو ضمن هذا الإطار. يعني قد تكون إجراءات يعني أصعب بعض الشيء، هذا في تصوري ليس شيئا مهما جدا، لكن إيران لا زالت متعاونة مع الوكالة ضمن إطار معاهدة الحد من الانتشار النووي. أي تعاون هذا دكتور حسين النووي وهي ترفع التخصيب إلى 60%؟ أي تعاون هذا؟ يعني أولا واضح أن من يوقع على الاتفاق النووي هو يوقع على مجموعة التزامات. صحيح. ليس هناك من يقول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنتهك معاهدة الحد من الانتشار النووي. إيران لا زالت ملتزمة. نعم هم يقولون هناك تضييق على المفتشين، ولكن يسمح للمفتشين بالتفتيش ضمن إطار المعاهدة، باعتبار أن التفتيش يجب أن يأتي ضمن إطار تنسيق مع الحكومة الإيرانية وطلب مسبق وموافقة من قبل الحكومة الإيرانية. التفتيش الفجائي الذي يأتي على خلفية الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، الآن إيران طبيعي لا تلتزم به وهي تعلن ذلك جهارا. طيب ما هي المواقع لأن دكتور حسين؟ الطرف الآخر غير ملتزم بالاتفاق. ما هي أهم المواقع التي تمنع طهران فيها مفتشي الوكالة من الدخول إليها الآن؟
يعني إيران سمحت للمفتشين بزيارة كل المواقع إلا موقع واحد نطنز. وهو موقع كرج. موقع كرج هو ليس مفاعل ذري، هو مصنع لصناعة أجهزة الطرد المركزي الذي يعني أجهزة الطرد المركزي IR-6 وIR-8، وهي أجهزة متقدمة في تخصيب اليورانيوم. هذا الموقع يعني تعرض قبل فترة لعملية تخريبية مجهولة المصدر. الكثير يعتقد أن الكيان الصهيوني هو وراء ذلك. من هنا إيران تقول أن ظرف هذا الموقع الآن أمني ولا تسمح للمفتشين بزيارته، ولكن هذا لا يعني أن لا تستطيع إلى الأبد أن تزور هذا الموقع. لا، قد يكون الآن الظرف الحكومة الإيرانية، لأن هو البروتوكول الإضافي يقول هكذا، هناك طلب يقدم للحكومة الإيرانية، إذا وافقت يقوم المفتشون بزيارة هذه المواقع. أعود إلى الدكتور حسن ضيفنا في واشنطن. حتى وإن سمحت طهران لمفتشي الوكالة من جديد بالعمل بعد زيارة رئيس الوكالة يوم الاثنين القادم، تبقى المشكلة هي ذاتها في الأساس. رفع نسبة التخصيب لا يغير من أمره شيء، زيارة المفتشين أو منعهم حتى من الزيارة. الخطر يكمن هنا. بالتأكيد الخطر يكمن هنا، وردا على ما طرحه السيد رويبران، ليس فقط كرج أو محطة كرج منعت من دخول المفتشين، بل بارتشين واقعة في شرق طهران أيضا منعت من دخول المفتشين، وإيران غيرت الحيثيات الجغرافية في هذه المنطقة. أيضا هناك حصلت الوكالة على مستندات قوية ومتمسكات قوية في منطقة ترغزابات في جنوب طهران، ورادة تدخل في هذه المنطقة وإيران منعتها من دخول هذه المنطقة. أيضا هناك محطات غير معلنة في إصفهان وشيراز، الوكالة طالبت بالتحقيق عن هذا الموضوع، إيران منعت الوكالة والوكالة لم تستطيع الدخول. أيضا سيد رويبران والجانب الإيراني دائما يقول بأن ترامب هو الخرج من الاتفاقية النووية وخرج الاتفاقية. أريد أجلب توجه لهذه المسألة، أن تساي في كرج في غرب طهران هي محطة غير معلنة وتم تدشينها بعد الإبرام على الاتفاقية النووية من جانب إيران. أيضا هناك محطات أخرى إيران قامت بهذا العمل، لم تجيب على أسئلة الوكالة في التلوث المتعلق بالراديو أكتيف والمتعلق بالتشعشعات النووية في بعض المحطات. هناك مسائل نعم، هناك مسائل كاملة موجودة ضد النظام الإيراني، والنظام الإيراني يتحدث في منطقة المعروف كيف يتحدث مع الشعب الإيراني، من خلال السلطة ومن خلال السجون ومن خلال المنع ومن خلال التعذيب. الآن بنفس اللغة يريد يتحدث مع الوكالة ويريد يتحدث مع الاتحاد الأوروبي والولايات كما تصف المتحدة. دكتور حسن، هذه اللغة الاستعلائية أو حتى كما يوصف بسياسة الابتزاز برفع نسب التخصيب ومحاربة المجتمع الدولي من خلال الوكالة باستخدامها، استخدام الوكالة، كيف سيؤثر كل هذا على موعد المفاوضات المرتقبة في فيينا بعد أيام؟ إيران قامت بمناورة لتغيير أطر المفاوضة. يعني إيران تقول، إيران الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي تقول بأن يجب استئناف المفاوضات من حيث خرج ترامب من الاتفاقية، وليس من حيث خرج حسن روحاني وظريف المفاوضات الأخيرة. لذلك حاولت تغيير أطر المفاوضات، ذهب علي باغر إلى فرنسا وإلى بريطانيا ومكانات أخرى، فشلت هذه المحاولة. الأوروبيين والأمريكيين والجهة وحتى الروس وحتى الصين لا يريدون تغيير أطر المفاوضات ومن حيث خرج ترامب من الاتفاقية النووية، بل يصرون على استئناف المفاوضات
حيث انتهت في الجولة السادسة مع حسن روحاني ومع محمد جواد ظريف. ولذلك الآن إيران فشلت في هذا الاتجاه. الآن يبغى لها الأوراق الباقية هي زيادة التخصيب، زيادة المخزون، زيادة الخروقات النووية، والإصرار على أن أو تعطي هذه الصورة نحن نتوجه إلى القنبلة النووية. إذا تردون أن تقفوا أمام وصولنا للقنبلة النووية عليكم رفع العقوبات. هذه مختصر كلام إيران. نعم، أعود إلى الدكتور حسين. دكتور حسين، هنا تفهم هذه الإشارات على أنها واقع سلبي من إيران ونية غير صافية بالعودة إلى مفاوضات فيينا لاستكمال المفاوضات في الجولة السابعة. ألا تعتقدون أن هكذا نوع من التصرفات، زيادة التخصيب، التضييق على الوكالة، يعرقل أساسا عقد مفاوضات فيينا في الجولة السابعة؟ يعني في تصوري أن ما تطالب به إيران هو محق، يعني في الجولة السادسة التي جرت. يعني أمريكا تقول أنها تريد رفع جزء من العقوبات، إيران تقول أن كل العقوبات التي فرضها السيد ترامب والتي فرضت بعد 2015 يعني وقت التوقيع على الاتفاق يجب أن ترفع، باعتبار أنها جاءت على خلفية مخالفة للاتفاق النووي. هذا أولا. ثانيا، إيران تطالب بموضوع مهم وهو استمرارية الاتفاق. لا يمكن لإيران أن تكون مرتهنة للانتخابات الأمريكية، كل 4 سنوات يأتي رئيس جمهورية يؤيد أو ينقلب على هذا الاتفاق. هذا الكلام يعني الدول يجب أن تحترم توقيعها والتزاماتها. يعني عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي، إيران جاءت وأخذت الاتفاق إلى مجلس الشورى الإسلامي أي البرلمان وتم التصديق عليه. أمريكا اعتذرت على خلفية أن الكونغرس الآن فيه أكثرية جمهورية ولا تستطيع، وقام السيد أوباما بإعطاء بديل لهذا الموضوع وهو أخذ الاتفاق إلى مجلس الأمن وتحويله إلى قرار أممي يجب أن يحترم من قبل كل دول العالم والحكومة الأمريكية القادمة. ما حدث أن السيد ترامب انقلب على الإجماع الدولي. دكتور حسين، انقلب على قرار مجلس الأمن الموقع أمريكيا، ولكنه تاريخ محض، هيستوري. أنا أسألك سؤال، هذه التصرفات الإيرانية ألا تعني أن إيران ليست لديها نية حقيقية للتفاوض وستخرب ما تم الاتفاق عليه بالكاد لعقد الجولة السابعة؟ يعني أنا أتصور هناك تفاؤل حول الجولة السابعة، لأن يعني العقد الأساسية طرحت في الجولة السادسة. الكثير الآن يقول أن أمريكا تريد أن تتجاوب في هذه الجولة، وحتى أن أكثر مسؤول أمريكي قال أن أمريكا جاهزة لإنجاز الاتفاق أو العودة إليه بسرعة. كل هذه هي تفاؤلات لا يمكن لنا أن نحسب من الآن. إيران لا زالت على موقفها. نعم، تغيرت الحكومة في إيران، ولكن لم يتغير الموقف الإيراني من الاتفاق النووي. الإجماع في الداخل الإيراني على العودة للاتفاق النووي لا زال قائما. من هنا في تصوري أن الكرة في الملعب الأمريكي، وإذا ما تجاوبت أمريكا أتصور أن حظوظ العودة للاتفاق النووي كبيرة. دكتور حسن، مرة أخرى هنا نتحدث عن هذه المقاربة، إما أن تقبلوا كإيران تتحدث عن نفسها، أما أن تقبلوا بشروطي أو تلعبوا كما أريد أو أتجه إلى التصعيد، وكل الخيارات صعبة. هذا كيف سينعكس في فيينا؟ أنا أعتقد هناك يعني مفارقة موجودة في فيينا وفي المجموعة الدولية. هم بين موضوعين. الموضوع الأول يتعلق باجتماع مجلس الحكام الوكالة، وبعد هذا التصعيد الإيراني يعني يجب أن نقل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. هذا هو الخيار موجود الآن. ولكن أسبوع أو أقل من أسبوع بعد هذا التاريخ هناك المفاوضات النووية تبدأ في فيينا. لذلك بسبب وجود هذه المفاوضات أنا لا أعتقد أن الغرب المجتمع الدولي
يريد أن ينقل ملف إيران النووي بعد هذا التصعيد إلى مجلس الأمن، ولذلك هذا يعطي نقطة للجانب الإيراني أن تستمر بخروجاته وبتصعيده بهذا الشكل. وهذه المفارقة الموجودة في القطب الغربي والمجتمع الدولي يعطي النظام الإيراني منفذاً للفرار وللجوء إلى هذا التصعيد الجديد. والنظام الإيراني يعتقد بأن في ظل الفرق بين اجتماع مجلس الحكام وبين اجتماع فيينا في 29 من هذا الشهر، طبعا هنا تستطيع أن تلعب وتستطيع أن تناور. وباعتقادي أنا هناك تراخي موجود في المجتمع الدولي. كيف تفسر هذا؟ يبدو دكتور حسن أن ما تقوله الآن، ما تفترضه الآن صعب التصديق. لماذا مواقف متشددة تجاه إيران ومحاولة إجبارها على العودة وفق الشروط الدولية، ولكن بنفس الوقت فتح ثغرات لكي تنفذ منها وتحقق ما تريد؟ هل هذا منطق؟ هذا هو يعني جاء حسب التقويم لهذه المفاوضات. يعني ما لا يعرف، ربما إيران كانت تعلم بهذه القضية، ولكن الجانب الغربي ربما ليس لديه معلومات قبل تقرير الوكالة بأن هناك تصعيد إيراني وإيران تريد الصعد بهذه القضية، وثم على مجلس الحكام نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن. هذا كان غير واضح وغير شفاف وغير معلوم، ولذلك إيران صعدت في هذا الاتجاه، وتعتقد أن قبل 29 من نوفمبر الشهر الجاري لا يمكن أن الدول الغربية تنقل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، وهذا دفعها أن تعمل بهذا الشكل. هذه المفارقة، هذه التناقضات الموجودة في الجانب الغربي يعني كان غير مرتقب، وهناك لم يكن تكهن به، والآن حدث بهذا الشكل. وأعتقد أن بتقديري أنا الغرب لم يعمل أي شيء إلا بعد بدء المفاوضات في 29 وجس النبض من الجانب الإيراني وكيف يقرأ الرؤية الجديدة. وربما تكون إيران قد وصلت في التخصيب إلى نسبة 70 أو أكثر، لسنا ندري. على كل حال شكرا جزيلا لك من واشنطن عبر سكايب الدكتور حسن هاشميان السياسي والخبير في الشأن الإيراني، وشكرا أيضا إلى ضيفنا في طهران الدكتور حسين ريوران الأكاديمي والإعلامي الإيراني. شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا متواصلون معكم في برنامج وراء الحدث من قناة الغد في لندن، ونناقش فيه بعد الفاصل. مقتدى الصدر يدعو إلى تفعيل قانون لمكافحة الفساد وسط استمرار أزمة نتائج الانتخابات.